وثق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نقلا عن شهادات من نحو 20 شخصا عشرات الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له بالمناطق المحتلة شمالية سوريا، بما في ذلك القتل والخطف والتهجير القسري وغيرها. تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي يرتكبها عناصر الفصائل التابعة لها في الأراضي التي تحتلها شمال سوريا. بهذه العبارات اختصرت منظمة هيومن رايتس ووتش ما يجري في الشمال السوري المحتل من جرائم حدثت وما تزال تحدث تحت سمع وبصر العالم. وفي تقرير جديد لها ذهبت رايتس ووتش أبعد من ذلك وقالت إن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية بوصفهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة فيما تسميه تركيا منطقة آمنة. المنظمة الحقوقية سندت في تقريرها على مقابلات مع 58 شاهدا من ضحايا وناجين من الانتهاكات وأقاربهم، موثقة عشرات الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابع له من اختطاف وقتل وتعذيب واعتداءات جنسية وغيرها، خاصة بحق المدنيين الكرد في المناطق المحتلة لا سيما عفرين وريفها. التقرير تحدث كذلك عن النهب والاستيلاء بالقوة على مئات المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية للمدنيين الكرد في المناطق المحتلة، ونقل التقرير عن شخص كان يقيم هناك أن كل ما فيها يتم بقوة السلاح. المنظمة نقلت عن رجل إيزيدي نازح من رأس العين سريكاني أن أصعب شيء بالنسبة له وقوفه أمام بيته دون أن يتمكن من دخوله. ونقلت المنظمة عن الشهود حدوث مئات عمليات الاختطاف لمدنيين بالمناطق المحتلة لا سيما عفرين ورأس العين سريكاني، مشيرين إلى أن الفصائل الإرهابية كانت تفرج عن المختطفين بعد الحصول على فدى مالية بآلاف الدولارات. انتهاكات وجرائم طالت عشرات النساء الكرديات اللواتي تعرضن بحسب رايتس ووتش للاعتداءات الجنسية على يد الفصائل الإرهابية بالمناطق المحتلة لا سيما عفرين. ولفت تقرير المنظمة الحقوقية أنه بعد تهجير السكان الكرد إثر الهجمات العسكرية للاحتلال التركي والانتهاكات على يد الفصائل الإرهابية، وطنت تركيا المئات من عوائل الفصائل الإرهابية وأخرى نازحة من مناطق سورية أخرى كالغوطة الشرقية وحمص في منازل المدنيين المهجرين، ما يعطي مثالا واضحا على مخططات لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإضعاف وجود الكرد هناك. وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق المحتلة شمال سوريا وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فيما اعتبر مراقبون أن ما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش فرصة لإزالة الغشاوة عن عيون العالم المتحضر الذي يقولون إن مقارباته للملفات الدولية اليوم تتسم بالانتقائية وازدواجية المعايير. وما استمرار الاحتلال والاستيطان والعدوان المستمر على البنية التحتية في الشمال السوري إلا صور جديدة للانتهاكات والجرائم بحق السوريين الذين خرجوا يوما مطالبين الحكومة السورية بالحرية والكرامة، فاصطدموا بقوى خارجية وعدتهم بالخلاص لكنها خذلتهم عند أول امتحان وباعت قضيتهم في بازارات المصالح الدولية لمن يدفع أكثر. للنقاش أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من باريس مجيد بودن رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس. مرحبا بك أستاذ مجيد. يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لهيومن رايتس ووتش، إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك أرضية يمكن البناء عليها لمحاسبة تركيا ومرتكبي هذه الجرائم لاحقا؟ يعني كل دولة تحتل أراضي دولة أخرى وتحتل مناطق من ليست من بلدها هي تتحمل مسؤولية ذلك بصفتها دولة احتلال، وبصفتها دولة احتلال لها واجبات. أولا أن تخلي المناطق التي تحتلها، وإن تواصلت في احتلال تلك المناطق فيجب عليها
أن تحمي المواطنين فيها، أي أن لا تقوم بعمليات يعني قتل أو عمليات تهجير أو عمليات تغيير الطبيعة، طبيعة السكان، أو عمليات نقل يعني سكان من منطقة إلى منطقة أخرى قسرا. وبالتالي كل هذه مسؤولية للدولة المحتلة، وهنا تركيا كدولة محتلة يجب عليها أن تحترم تلك الواجبات. وهي الآن حسب ما نشاهده وما قالته تقارير هيومن رايتس ووتش، أن هناك خروقات، ويجب على تركيا الآن أن تضع حدا لتلك الخروقات فورا، وأن لا تسمح لأي مسلح كان بأن يقوم بأي عمل، وإن وقع ذلك فإنه تحت مسؤوليتها مباشرة، لأنها سمحت بذلك، لأنها هي الدولة المسيطرة على الأرض، وبالتالي هذه هي مسؤولياتها، ويجب أن تتحملها تلك المسؤوليات، وتتحمل تلك المسؤوليات وعواقبها القانونية. هي حسب القانون الدولي هي أولا أن تضع حدا لتلك الممارسات، أن تمنع كل ممارسات، وأن لا تغض الطرف عن تلك الممارسات، ثم كذلك أن تقوم بتعويض الأهالي وتعويض المنطقة من كل هذه التبعات والخسائر الاقتصادية والمالية، وقبل ذلك تعويض كل الأرواح التي تسقط على تلك الأراضي. هذه هي واجبات تركيا في هذه الأراضي، لأنها أراضي سورية تحتلها تركيا، وتتحمل تتبع لذلك المسؤولية الدولية لحماية تلك الأراضي وشعبها والبنية التحتية فيها والممتلكات. نعم أستاذ مجيد، يعني هل هذه المسؤولية تشمل أيضا الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها عناصر الفصائل التابعة لتركيا؟ تركيا تتحمل كل المسؤوليات التي تقع على تلك الأراضي، أولا لأنها دولة احتلال، وأنها سمحت بذلك أو غضت الطرف عن ذلك، أي كل هذه الميليشيات التي لها صلة أو هي تحت مراقبة الدولة التركية هي مسؤولية تركيا، وبالتالي تتحمل تلك المسؤوليات، وعليها أن تقوم بالتحكم في تلك الميليشيات بشكل لا تجعلهم يقومون بتلك الجرائم، وإن قاموا بتلك الجرائم فهي تتحمل مسؤولية ذلك، لأنها لم تمنعهم من ذلك، وهي لها القدرة في منعهم من ذلك. نعم أستاذ مجيد، يعني مثل هذه التقارير وخاصة من جهة مثل هيومن رايتس ووتش، هل يمكن قبولها كدليل إدانة أو دعوة إدانة ضد تركيا بارتكاب هذه الجرائم أمام الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية؟ الأدلة التي تقدمها والوثائق التي تقدمها هذه المنظمات مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي انترناشنال و فيدرالية دولية لحقوق الإنسان، وكل هذه المنظمات والمنظمات الإنسانية وأطباء بدون حدود، وكل هذه المنظمات هي ترتقي إلى بداية أدلة، أنها تعطي وتدق جرس الخطر أن هناك جرائم تقع، هناك وثائق لا يمكن أن يتجاهلها العالم، وبالتالي هي بداية أدلة، ويمكن تقديمها إلى المحاكم الدولية وعلى النائب العام في محكمة الجنايات الدولية أن يقوم بالتثبت من تلك الأدلة، يعني بداية الأدلة، وأن يقتني أدلة أخرى وتحصل على أدلة أخرى ويكون ملفه ويقدمه إلى المحكمة، هي محكمة الجنايات الدولية، ويمكن لدول أخرى كذلك أن تقدم إلى محكمة العدل الدولية. وهذه الشهادات من هذه المنظمات هي بداية قرائن وبداية أدلة لا يمكن الاستهانة بها، ويجب البناء عليها والتثبت منها،
بشكل أكثر، ولكن هي بداية أدلة، لأن هناك شيء واضح أمام العيان ويجب وضعه في إطاره كأدلة والتقدم إلى تلك المحاكم، لأن هذه الأمور لا يقبلها القانون الدولي ولا يمكن أن يغض الطرف عنها، لأن غض الطرف عنها يعتبر غض الطرف عن تطبيق القانون الدولي وعن فاعلية القانون الدولي، وهذا القانون الدولي بنفسه لا يقبل ذلك، ويجب الابتعاد عن سياسة المكيالين، لأن سياسة المكيالين هي خرق للقانون الدولي، لأن القانون الدولي يطبق على الكل مهما كانت الأرض ومهما كان الشعب ومهما كان المسؤول، يطبق بشكل واحد على الكل في كل مكان وبدون أي استثناء، ولا يمكن استثناء أي عمل مخالف للقانون الدولي، وهذا هو المبدأ، ويجب تطبيق المبدأ بشكل ملح وثابت وبدون تردد، وإلا فإن هناك نكران للعدالة لهؤلاء الضحايا، والقانون الدولي لا يقبل نكران الضحايا، لأنه لا يقبل نكران الجرائم ونكران العدالة، لأن نكران العدالة هو في حد ذاته خرق للقانون الدولي. ما الآلية القانونية لنقل هذه التقارير إلى أدلة قطعية أو أدلة إدانة وثبوتات تدين الاحتلال التركي بهذه الجرائم؟ هذه القرائن يجب أن تقدم إلى المحاكم الدولية والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، يمكن له مكتب، له طقم كامل يدرس تلك الأحداث، ويمكن له أن يتحول على عين المكان، يمكن أن يتكل على أدلة أخرى، وتكون هناك تقاطع بين تلك الأدلة، ووقتها أن تكون ملف فيه الأدلة الكافية والكاملة. هي هذه بداية أدلة، ولا يستهان بهذه الأدلة كبداية وكالمقدمة، هذه القرائن كمقدمة كأدلة مقدمة، وبالتالي يجب أن تتقاطع تلك الأدلة عبر كل الجهات، ويمكن حتى لمواطن عادي أن يوثق جرائم ويقدمها، وتضافر كل هذه الأعمال لكي تتقاطع القرائن هي التي ستكون الأدلة والتي ستبني عليها قرارات المحاكم الدولية. نعم أستاذ مجيد، يعني هل ربما في حال تحريك هكذا دعوة أن يشمل ذلك من قبل المدعي العام إرسال لجان تحقيق على الأرض إلى المناطق المحتلة للتثبت من هذه الوقائع؟ بطبيعة الحال نحن نرى أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية انتقل بنفسه، وهناك فريق عمل انتقل معه وبعده إلى أوكرانيا، انتقلوا وحاولوا الدخول إلى غزة، فبنفس الطريقة يجب أن يكون هناك تحرك لكي يكون هناك فريق ينتقل إلى هذه الأراضي السورية المحتلة وإلى كل الأراضي السورية التي فيها اقتراف جرائم وانتهاك للقانون الدولي، وكذلك لمناطق أخرى مثلا في إفريقيا، في الكونغو يعني حاليا، وفي مناطق أخرى، ولا يجب استثناء أي منطقة كانت، لأن القانون الدولي يجب أن يكون هو المعيار الوحيد لحل النزاعات ولملاحقة الذين ينتهكون المبادئ الأساسية للقانون الدولي. نعم أستاذ مجيد، يعني في حال فرضنا جدلا أننا وصلنا لهذه المرحلة، ما لم تحل طبعا الضغوط السياسية ولعبة المصالح دونها، يعني هل قرارات المحكمة الدولية أو محكمة الجنايات الدولية ملزمة لتركيا وقد تقود بالنهاية إلى إنهاء احتلالها للأراضي السورية وتعويض الضرر؟ أولا يعني هناك صحيح تحركات سياسية للضغط للتمويه للمراوغة،
ولكن بالأخير القانون الدولي يمر، والمحاكم الدولية لن تخضع إلى بالأخير إلى الضغوطات السياسية، ولا تتعامل بمبدأ المكيالين. محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية تتعامل مع القضايا بتطبيق القانون وتطبيق القانون فقط. هذا لا يمنع أي أن هناك تجاوزات، ولكن القانون الدولي هو مرصد للتجاوزات. سوريا الآن فيها أوضاع يعني رهيبة جدا بالنسبة للمواطنين، فيها نعم. قتلى من جميع الجهات، فيها احتلال من عدة أطراف، فيها عدم احترام لإرادة الشعب السوري، وهناك انتهاكات كبيرة، ويجب أخذ الملف من كل هذه الجوانب. ومهما كان طال الزمان أو قصر، القانون الدولي سيكون هو الفيصل وهو أساس الحل لهذه الفاجعة للشعب السوري. نعم، من العاصمة الفرنسية المجيد بودن رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.